جبت لكم لي باربيكيو من ماركت سوماجيك الصناعة الفرنسية. أو نبدأ بالموديل الأول. هذا الموديل جاي مدور كما راكم تشوفوا، مخدوم من الحديد الزهر لافونت، وعندكم هاد لابلانش مخدومة من الخشب والشواية إينوكس وجاية كبيرة وما تتسدرش. وعندكم هنا تقدروا تبدوا على 3 بوزيسيون، طلعوها ولا تهودوها على حسب نتوما كيفاش راكم باغين، وتقدري تحركيه بكل سهوله. تما اللي عندها جاردن ولا اسباس مليح وين تحطها فيه هذا تاعك. ودركا الدوزيام موديل راكم تشوفوا هنا، الشوايه جايه مستطيله، جاي في الحجم المتوسط، والشوايه اينوكس جايه مليحه وترفد لك غايه شويه كل شيء خطره واحده، وزيد الجوده تاعها بزاف عاليه. وهي دي لابلونش تاعنا كما راكم تشوفوا. ودركا التخوازيام موديل، هذا جاي نبدل على الوالا. شوفوا هذا لابلونش جاي في الجهه الاماميه وتقدر تنحيها بكل سهوله، وعندك هنا سوفلور باش ما تقعديش تروحيك تكوني تشوي، والشوايه تقدري تستعمليها على زوج مرات. دوك نوري لكم، تقدري تستعمليها هكا مثلا تبغي ديري دجاج محمر ولا، وتخليها تشوي على غرضها وتخليها تدور اوتوماتيك كيما هكا تمشى بلي بيل، ولا تقدري تستخدميها هكا في الاستعمال العادي بالشوايه تاعها وتاني تمشى على 3 بوزيسيون. هذا هنا ثوازيام موديل. ودركا الكاتريام موديل، هذا فيه بزاف تاع لي زاكسيسوار، اروحوا شوفوا واش يجي فيه. يجي فيه هنايا زوج شوايات، عندك الكبيره وعندك الصغيره كيما راكم تشوفوا، وكيما تقدري تستخدمي لها هكا هذا الموديل الزاوج تاع الشوايه. وزيد فيه هنايا هذا البلا تاعه، وشوفوا عندكم كاع كيما دايروا فيهم لتحت تقدري تحطوا صوالحكم، وهادو كاع وين تلقاهم متوفرين عندنا في شابر ماركت. مرحبا.